بالوقت الحاضر سنوياً تنزل مئات أو حتى آلاف الألعاب، وعدد جداً كبير من هالألعاب نلعبها مرة أو مرتين ونسحب عليها، أو حتى أغلبية الألعاب ما نلعبها أصلاً. بس بنفس الوقت في ألعاب نلعبها بشكل يومي، ألعاب صلا نازلة من سنوات ومع هيك نلعبها يومياً ونسحب على الألعاب الجديدة. فبهالفيديو رح أعرض لكم هالألعاب، بهالفيديو رح أجيب لكم 10 ألعاب مستحيل إنها تموت أو نسحب عليها. فيلا خلينا نبدأ. قبل نبدأ بالفيديو بس حاب أعلن عن الفائز بالجيفور الأخير وأعلن عن جيفور الجديد، فإذا ما يهمك الموضوع شيك التعليقات ورح تلاقي وقت بداية الفيديو. آخر جيفوي كان على الجهاز سيجا ميجا درايف، الجيفوي كان على هالمقطعين شايفينهم قدامكم حاليا. اخترت الفائز من الفيديو الأول أكثر 10 ألغاز مخيفة بتاريخ الألعاب، كان فيه فوق 2000 تعليق أو مشارك، والفائز معنا هو كمال القحطاني. إن شاء الله ألف مبروك، رح توصل معك قريبا لأرسل لك الجهاز. وجيفوي هالشهر هو أكبر وأغلى giveaway بتاريخ القناة، الgiveaway على كرت الشاشة NVIDIA RTX 2080 Super من شركة زوتا جيمينج. الكرت سعره تقريبا 3200 درهم او ريال سعودي، وكل الشكر لشركة زوتا جيمينج لانه هم اللي وفروا لي الكرت لأسوي عليه giveaway. طبعا ممكن انت مالك خبير في البي سي وما تعرف ليش هالقطعة جدا مهمة وجدا غالية. كروت شاشة NVIDIA RTX تخليك تلعب العابك على فريمات 144 وفوق، فينك تلعب حتى على 240 FPS، بينما البلاي ستيشن 4 برو او اقوى اكس بوكس بيعطيك 60 فريم فقط، فهون بيعطيك 4 اضعاف الفريمات، فبالتالي الصوره عندك راح تكون جدا صافيه وسلسه مثل ما شايفينها قدامكم حاليا. والشيء اللي يميز كروت شاشه RTX هي تتبع الاشعه واللي هي انعكاس الضوء، منك تشوف انعكاس الضوء على كل زاويه على كل ظل بالتفاصيل، فراح تعطيك صوره جدا واقعيه. وحاليا كل الالعاب الضخمه عم تدعم خاصيه تتبع الاشعه ونشوفها بشكل جدا واقعي، من باتلفيلد 5 لكول اوف ديوتي مودرن وورفير او ريد ديد ريدمشن 2. والشيء الحلو انه خاصيه تتبع الاشعه موجوده بجميع كروت زوتاك RTX، سواء 2060 2070 2080 و2080 Ti. فاذا ميزانيتك ما تسمح تشتري كروت شاشه RTX 2080 Ti او 2080، فينك تشتري زوتاك 2060 وراح تكون داعمه لخاصيه تتبع الاشعه بالكامل. واذا كنت حابب تفوت بفرصه الفوز على كرت الشاشه هاد وتبني البي سي تبعك من وراء، كل عليك تسويه ادعم الفيديو بزر اللايك، اشترك في القناة واترك اي تعليق في حسابك على الانستغرام تويتر فيسبوك او حتى ايميلك عشان لو فزت اقدر اتواصل فيه معك. ويلا خلينا نبدأ الفيديو. بالمرتبة العاشرة من الالعاب اللي مستحيل تموت عندنا لعبة ماينكرافت. لما يدري لعبة ماينكرافت كانت من اضخم الالعاب في العالم على سنة بين 2010 ل 2014 تقريبا، كان كل اليوتيوب الاجنبي والعربي كله ماينكرافت ماينكرافت، كان فعليا كل صغير وكبير يلعب ماينكرافت. بعدين شوي شوي بدأ يطيح سوق ماينكرافت شوي، شفنا اليوتيوبر بطلوا يحملوا عليها فيديوهات، الكوميونيتي العربي والاجنبي بطلوا يحملوا عليها فيديوهات الا عدد جدا قليل، اللاعبين صار تتغير اتجاهاتهم لحديت نزول لعبة فورتنايت. بس نزلت فورتنايت تقريبا انسحب على ماينكرافت بالكامل، بعدين خلاص كل الناس قالوا ايه اللعبه ماتت، بطل حد يلعب اللعبه. فجاه من شهرين تقريبا من نزول هالفيديو اللعبه رجعت للحياه بشكل جدا غريب، صار اليوتيوبر بيوديباي اضخم يوتيوبر بالعالم ما يلعب الا ماينكرافت، حمل تقريبا فوق العشر فيديوهات ماينكرافت، كل فيديو فوق العشر ملايين فيوز، متخيلين كل فيديو 10 ملايين فيوز لماينكرافت. كل اليوتيوبر الضخام كلهم صاروا يلعبوا ماينكرافت، حتى اليوتيوبر العرب صار دحومي يكمل سلاسل ماينكرافت الى الان يحمل عنها، لدرجه انه حاليا الشركه المصنع لماينكرافت تعاونت مع انفيديا ونزلت ماينكرافت واقعية فعليا انتم شايفين قدامكم حاليا ماينكرافت بجرافيكس واقعي على كروت شاشة RTX الجديدة. ابدا ما تخيلت اشوف ماينكرافت بهالواقعية، ماينكرافت متعودين عليها لعبة مكعبات وبلوك وشين الكلام، طالعة جدا رهيبة. ومن 3 أسابيع من موعد نزول هالفيديو وصل عدد اللاعبين بماينكرافت ل 480 مليون لاعب، اي ما يقارب نص مليار لاعب. فماينكرافت من الألعاب اللي كانت على وشك الموت كانت عم تحتضر خلاص، وفجأة رجعت للحياة. بالمرتبة التاسعة عندنا لعبة اوفر واتش. لعبة اوفر واتش نوعا ما مكانها غريب شوي، بعض الناس قاعد يقولوا اللعبة خلاص ماتت ما حد يلعبها، انا كنت من هالنوع، كنت جدا مدمن على اوفر واتش، وبعدين يعني من 5 شهور قلت خلاص اللعبة ماتت مين يلعب اوفر واتش، بعدين اكتشفت انه في عدد جدا كبير من اللاعبين يلعب اوفر واتش بشكل يومي، في يوتيوبر يحملوا اوفر واتش بشكل يومي، بطولات اي سبورت، انه انا فكرت انه اللعبة ماتت لاني بطلت العبها، بس اللعبة لسه موجودة، صحيح ما هي ضخمة
نفس خلنا نقول فورتنايت حاليا او كول اوف ديوتي وقت النزول. بس اوفر ووتش من الالعاب يلي لو سحبت عليها وفكرت انه ما حد يلعبها، لا، في ناس قاعدين يلعبوها بشكل يومي، في بطولات ملايين يشوفوها كل سنه، واللعبه من تطوير استوديو او شركه بليزرد. اللي ما يدري شركه بليزرد العابها دائما يكملوا الدعم عليها لسنوات، وحاليا في اوفر ووتش 2 اللي هيضيف للعبه طور قصه. اللعبه كان فيها قصه عن طريق الكوميكس والكلام والمقاطع السينمائيه، حاليا لا، في طور قصه باوفر ووتش 2، واذا ما يهمك طور القصه فينك تستمر على اوفر ووتش 1 انك تلعب مع لاعبين اوفر ووتش 2، ففعليا مو جزء ثاني، فعليا تقدر تقول اضافه للعبه. فاي اوفر ووتش من الالعاب اللي ما اظن راح تموت قريبا ابدا. بالمرتبه الثامنه عندنا لعبه اظن معظمكم ما سمع فيها ومعظمكم ما يعرفها اصلا، اللي هي سماش براذرز، او اخر جزء نزل سوبر سماش براذر التيميت. هي من الالعاب اللي بلشت عام 1999. اللعبه عباره انه فيها جميع شخصيات نينتندو من سوبر ماريو، من زلدا، دونكي كونغ وغيرهم، كلهم ضد بعض. فوت انت واصحابك وتلعب ضد بعض الى 8 لاعبين مثل فري فور اول، تقعدوا تقتلوا بعض ليضل واحد عايش اخر شيء. هاللعبه لها جمهور بشكل جدا كبير، وكل سنه لما تنزل سماش براذر رح تلاقي الناس اللي عندهم اجهزه نينتندو الوي من زمان او نينتندو سويتش من جديد عايشين عيد فعليا، بس ينزل سماش براذر ما يلعبوا الا غيرها. ولعبه لها جمهورها، بس نحن بالوطن العربي نوعا ما متجهين للكونسول بلاي ستيشن والاكس بوكس او حتى البي سي، ما كتير نتعمق بالعاب نينتندو. بس بالمجتمع الغربي عندهم نينتندو نفس اهميه البلاي ستيشن والاكس بوكس، ولعبه سماش براذر من اضخم الالعاب اللي موجوده عندهم، لدرجه انها ترشحت للعبه السنه. اي لعبه السنه 2019 سوبر سماش براذر الاخيره ترشحت لتفوز بلعبه السنه. بالمرتبه السابعه عندنا عده العاب، مو لعبه واحده، عندنا العاب الرياضه نفس WWE المصارعه الحره، NBA لكره السله، NHL ومادن وغيرهم من العاب الرياضه، بس مو فيفا، فيفا هنتكلم عنها بعدين. العاب الرياضه هي صحيح انه جمهورها قليل، لانه مثلا خلينا نقول ال NBA كره السله اظن ما راح تلاقي ناس برا امريكا مهتمين كره السله، بس الناس الموجودين بامريكا المهتمين كره السله راح يشتروا اللعبه كل سنه مهما كانت خايسه، مهما كانت مليانه مايكرو ترانزاكشن. باخر فيديوهات تكلمت عن الالعاب اللي تسرق فلوس اللاعبين، وكانت NBA منهم، تكلمت عن هالشيء. ومع هيك هالالعاب مستحيل تموت لسبب جدا بسيط، انه العاب مبنيه على رياضه حقيقيه، والرياضه هي لها جماهير بالملايين، ال NBA على كره السله، ال WWE واليو اف سي على المصارعه وغيرها. فهالالعاب دائما راح تجذب الجمهور المهتمين بهالرياضه وراح تستمر ومستحيل تموت بيوم من الايام. بالمرتبه السادسه عندنا سلسله العاب مستحيل انها تموت في يوم من الايام، اللي هي GTA او جراند ثيفت اوتو او حرامي السيارات، واتمنى انها ما تموت لانها من افضل سلاسل الالعاب بالتاريخ. اللي ما يعرف اظن ما في داعي اشرح لكم شو هي GTA، كلكم يعرفها. GTA الحلو فيها انه مو عصر، مو نفس العاب الرياضه اللي تكلمت عنها من شوي اللي تنزل كل سنه، لا، GTA كل 7-8 سنين تنزل مره، وصراحه اتفاجئ. يعني اخر جزء GTA نزل عام 2013، وحاليا رح ندخل ب 2020 ولسه ما في اي معلومات عن الجزء القادم لGTA من الشركه، تقريبا 7 سنين وراح نكمل 8 سنين. فلما تشوف انه يعني اللعبه ما تنزل الا كل 8 سنين مره، نوعا ما راح تفكر انه ايه اكيد راح ينسحب عليها خلاص، يعني بعد 8 سنين مين راح يتذكر GTA، راح تكون شيء كل اللاعبين نسيوه. بس لا، لما تنزل GTA تلاقيها اكثر لعبه باعت على طول. GTA 5 نزلت بعد انقطاع تقريبا خلينا نقول 6-7 سنين، ولما نزلت كسرت الدنيا لدرجه انه لحد اليوم لعبه GTA 5 اخر جزء نزل هي ثالث اكثر لعبه باعت في التاريخ، متخيلين؟ يعني من 8 سنين نزلوا تقريبا الاف الالعاب، ولا لعبه قدرت تعدي مبيعات GTA 5 اللي نزلت من 2013، ومتاكد وسجلوها علي، بس تنزل لعبه GTA القادمه راح تكون اكثر لعبه مبيعا خلال 3 سنين تقريبا من نزولها. بالمرتبه الخامسه عندنا لعبه نفس اوفر ووتش، اللي لعبه فكرتها انها ماتت بس طلعت عايشه ولها جمهور جدا ضخم، اللي هي كاونتر سترايك او سي اس جو. طبعا انا اتذكر كنت العب كاونتر سترايك خلينا نقول عام 2010-2011، لما كنت لسه بعد صغير اروح مقهى انترنت والعبها مع اصحابي، بعدين تعلمت على كول اوف ديوتي والاونلاين وكذا ونسيت اي شيء اسمه سي اس جو، وتوقعت انه اللعبه خلاص ماتت، يعني لعبه فقط نلعبها بالمقاهي وكذا. تفاجأت انه لا، اللعبه لسه موجوده، سي اس جو ملايين يلعبوها، معظم ناس اعرفهم يلعبوها بشكل يومي، بطولات، يشتروا سكنات، في بطولات اي سبورت، جوائز بالملايين. فلعبه كاونتر سترايك من عام 2000 الى يومنا الحالي
حالي في ملايين يلعبوها، يعني سواء من زمان كان تقريبا الكل يلعبها بالمقاهي الانترنت كاونتر سترايك او سي اس جو، ولا يومنا الحالي في ملايين يلعبوها اونلاين من بيوتهم ويتابعوا بطولات الاي سبورت تبعها. بالمرتبه الرابعه لعبتين ما عندي اي خبره فيهم، ما راح اتفلسف عليهم كثير، بس اللي اعرف انه العاب ضخمه ومستحيل تموت من يوم الايام. اول لعبه اللي هي لول او ليج اوف ليجندز، وثاني لعبه هي دوتا 2. هالالعاب ما عندي اي خبره فيهم بحياتي، ما لعبت لا هي ولا هي، بس اعرف انه اللعبتين جدا شبيهين ببعض في منافسه بين بعضهم. الالعاب هي عندهم جمهور بشكل جدا كبير. لعبه لول من 2012 ل 2018 تقريبا، يعني مدى 7 و8 سنين، كانت هي اكثر لعبه بيلعبوها الناس يوميا في العالم بحدود 300 مليون لاعب. وشو المركز الثاني اللي بعدها؟ دوتا 2 بالضبط. كانوا اللعبتين منافسه بشكل جدا كبير بين بعضهم. طب ممكن حد يقول شو صار ب 2018، شو اللعبه اللي اجت ب 2018 وكسرتهم الاثنين؟ اظن كلكم بيعرف الاجابه، فورتنايت. فورتنايت لما نزلت هي اللعبه الوحيده اللي قدرت تكسر عدد اللاعبين للول، وصارت هي بالمرتبة الأولى، ولسه ليج اوف ليجند بالمرتبة الثانية، ودوتا 2 بالمركز الثالث أو حتى الرابع أحيانا. فأدري عدد جدا كبير منكم ممكن يكون منصدم، يمكن يقول متأكد بحياتنا ما لعبنا هاللعبة أو سمعنا عنها. أنا كنت مثلكم، أنا يعني أسمع عن لول، أسمع عن دوتا بس ما ألعبهم، بس تفاجأت إنه من اكبر الالعاب بالعالم بالتاريخ هي ليج اوف ليجند ودوتا 2. وعلى سيره فورتنايت، بالمرتبه الثالثه عندنا لعبه فورتنايت. لعبه فورتنايت صحيح لعبه جديده، لسه ما نقدر نحكم هل فعليا الالعاب اللي مستحيل تموت وراح تضل موجوده، لسه ما نقدر نحكم، بس يعني عدد اللاعبين الهائل اللي وصلت له فورتنايت اظن راح يخلي اللعبه تنلعب لعقود لقدام. يعني ما اتوقع خلال 10 سنين القادمه نشوف انه تم السحب على فورتنايت. نفس سي اس جو كيف كانت ضخمه عام 2000 الى الان في ناس يلعبوا سي اس جو بس مو نفس الرقم. فاظن نفس الشيء مع فورتنايت، يعني من اليوم ل 20 سنه لقدام راح نلاقي ناس عم يلعبوا فورتنايت، مو شرط تضل هي الرقم واحد بس راح يضلوا في ناس عم يلعبوها بشكل يومي. والى يومنا الحالي فورتنايت هي اكثر لعبه لعبا في العالم. تخيلوا نوفمبر 2018 يعني من سنه تقريبا وصلت 250 مليون لاعب اللي هو رقم واحد. اليوم ما عندنا احصاءات قديش وصلت، بس بعض الناس عم يتوقعوا انه وصلت تقريبا الى النص مليار او اكثر. ممكن حد يقول طب الشهر ماينكرافت وصلت 480 مليون لاعب، ليش فورتنايت يعني هي بالمرتبه الثالثه وماينكرافت بالمرتبه العاشره؟ ماينكرافت وصلت 480 مليون لاعب بحدود 10 سنين، بينما فورتنايت باقل من سنتين وصلت اكثر من نص عدد اللاعبين اللي جابته ماينكرافت اللي هو 250 مليون. ومتاكد لو شركه ايبك جيمز طلع الاحصاءات هالسنه راح تكون وصلت نص مليار وعدت ماينكرافت. طيب ممكن حد يقول بشار شو الالعاب بالمركز الثاني والاول؟ يعني فورتنايت هي اضخم شيء، المفروض هي تكون بالمركز الاول صح؟ لا، هالفيديو او التوب 10 على العاب مستحيل تموت، وبالمركز الثاني من الالعاب المستحيل تموت عندنا كول اوف ديوتي. كول اوف ديوتي صحيح ما عندها ارقام فورتنايت الارقام الضخمه لاكبر عدد لاعبين او شيء، بس كول اوف ديوتي الحلو فيها انه اول شيء تنزل كل سنه، وكل سنه مش استوديو مختلف. يعني خلينا نقول كول اوف ديوتي اللي ما يدري ماسكينها ثلاث شركات، انفينيتي وورد، اترايرك وسلج هامر، وكل سنه شركه تنزل لعبتها. في بعض التسريبات حاليا انه صاروا شركتين، الشركه الثالثه طلعوها، بس كلها تسريبات ما في شيء اكيد. فالحلو بكول اوف ديوتي انه فعليا كل جزء كول اوف ديوتي جديد تحسها لعبه جديده نوعا ما، لانه استوديو مختلف، استوديو صار له 3 سنين لا يعمل هاللعبه. فمثلا في ناس ما يلعبوا الا كول اوف ديوتي بلاك اوبس لانه ما يحبوا الا بلاك اوبس، فيستنوا 3 سنين لتنزل جزء كول اوف ديوتي جديد. في ناس ما يلعبوا الا العاب انفينيتي وورد اللي هي مودر وورفير او جوست او غيرها. فكول اوف ديوتي فيها تنويع كل سنة، وإذا كانت كول اوف ديوتي فعلا لعبة قابلة للموت كانت ماتت بإنفينيت وورفير. لما أدري كول اوف ديوتي إنفينيت وورفير اللي نزلت من 3 سنين تقريبا كانت أعلى ديسلايك للعبة بتاريخ اليوتيوب، وتاني أو ثالث أعلى ديسلايك لفيديو بتاريخ اليوتيوب. يومها خلاص الناس قالوا كول اوف ديوتي ماتت، هي نهاية كول اوف ديوتي. وإلى يومنا الحالي كول اوف ديوتي كل سنة تنزل تكون أعلى لعبة مبيعا وملايين يلعبوها بشكل يومي، فلعبة كول اوف ديوتي ما اظن انها راح تموت ابدا بيوم من الايام. تذكروا من شوي قلت لكم العاب الرياضة مستحيل تموت نفس NBA و WWE وغيرها، لانه عندهم جماهير، صحيح مو جماهير كبيرة بس عندهم جماهير بعدد كافي مستعدين يشتروا العابهم كل سنة، فما بالكم باكبر واشهر رياضة على كوكب الارض اللي هي كرة القدم. فبالمرتبة الأولى عندنا لعبة فيفا. لعبة فيفا بآخر فيديو توب 10 سويته
حطيتها بالمركز الأول بألعاب يبيعوك نفس اللعبة مرتين ويضحكوا عليكم كل سنة نفس اللعبة نفس اللعبة. صحيح إلى الآن واقف مع رأيي إنه لعبة فيفا كل سنة ما تتغير، تحديث بسيط وبدهم يدفعوك $60 عليه، بس هذا الشيء ما بينكر إنه لعبة فيفا مستحيل إنها تموت بيوم من الأيام. خلاص لعبة فيفا تسيطرت على سوق كرة القدم، وكرة القدم أضخم رياضة موجودة بالعالم حاليا. كل دول أوروبا على أفريقيا وشرق الأوسط العرب يحبوا الكرة بشكل مجنون، فكل لعبة فيفا راح تنزل راح يشتروها. أنا فعليا يعني عندي تقريبا 10 أصحاب أعرفهم ما لهم بالجيمينج، ما يلعبوا جيمينج، ما لهم بالأجواء هاي كلها، بس لازم كل سنة يشتروا لعبة فيفا جديدة كل سنة، مع أنهم هم مو جيمرز أصلا، بس لازم يكون عندهم آخر جزء للعبة فيفا دائما. ففي اليوم اللي لعبة كرة القدم راح تموت فيه وما عاد حد يهتم كرة القدم بالعالم، هو اليوم اللي راح تموت فيه فيفا، واللي هو اليوم اللي مستحيل نشوفه أبدا. فيا شباب هذا اليوم أتمنى يكون عجبكم، أتمنى من نهاية الفيديو لا تنسوا تدعموا الفيديو بزر اللايك وشاركونا بالتعليقات اسم لعبة من هالألعاب أنتوا بتلعبوها بشكل يومي. وبس كل ماكم شاركية شاركي كيشكم ديها التاني إن شاء الله. مع السلامة.